داخل الملعب يا كابتن، فبالتالي بتصعب الامور بشكل كبير على الفرق الكبير. هي دي صعوبه المباراه النهارده. طيب معانا على التليفون واحد من نجوم ورموز نادي الترسانه والمحبين جدا لكل جماهير النادي الاهلي ومسؤولين الاهلي وكل لعيبه النادي الاهلي، كابتن مصطفى رياض. مساء الفل، وازاي حضرتك يا كابتن؟ ازيك يا كابتن؟ الحمد لله يا حبيب، ربنا يخليك. تحياتي وتحيات كابتن ابراهيم عبد الصمد وكابتن محمد حشيش وكابتن احمد بلال لحضرتك. اهلا، متشرفين عليهم كتير، الله يخليك يا رئيس. يعني الاهلي والاهلي والترسانه عنوان لزمن حلو جميل جدا، يعني وانت بتقول الاهلي هيلاعب الترسانه النهارده تيجي في دماغك على طول كابتن مصطفى رياض، كابتن الشاذلي، اهداف وصولات وجولات ومباراه حلوه، وزيد على كده بقى واهم من كده بقى يعني روح حلوه جدا جدا. ما افتكرش ان في مره من المرات مثلا عبر التاريخ حتى واحنا ناشئين ان في اختلاف او في اشتباك او في كلام، لا ابدا، لا يمكن ما بينه وبين الترسانه. لا ما فيش حاجه خالص، انا اتمنى يطلع مباراه كويسه ان شاء الله الرحمن، وفرقه الترسانه تأدي بشكل حلو واللي يكسب المكسب ده بتاع ربنا يعني. يا رب ان شاء الله. فانا بقول ان نادي الترسانه طبعا فرقه في البيه، والنادي الاهلي ممتاز وليه حاجاته وليه صلواته وليه بطولاته، كل الكلام دوت بيفرق طبعا مع فرقه الترسانه. اقرب الناس اللي كنت دايما على تواصل معاهم يا كابتن مصطفى من الاهلي، اقرب الناس اللي دايما كان في تواصل بينك وبينهم يعني؟ الكابتن طارق اسماعيل وكابتن مروان كنفاني وكابتن الشربيني وكابتن صالح الله يرحمه وكابتن طارق، ويعني كلهم كانوا كنت علاقتي بيهم كويسه والحمد لله يعني. طب ايه المباراه اللي في ذهنك على طول يعني بتتخيلها على طول او بتيجي في اذهان حضرتك على طول؟ المباراه اللي احنا لعبناها وكسبنا الترسانه 5-1 في ملعب الترسانه في ملعب الاهلي. وتاني طب ايه الذكريات دي؟ ايه الذكريات دي؟ مش قوي كده يعني. انا ده جايبينك على الهوا. الماتشين اللي كانوا يعني ده كانوا في اسبوع واحد تقريبا يا كابتن، مظبوط؟ كانوا في اسبوع واحد. ها؟ اسبوع واحد. 5-1 و4-0. طيب انا يعني كانت يعني انا ما طبعا انا ما استعدنيش الحظ ان انا اتفرج على حضرتك كتير، لكن كانت لي علاقه مع كابتن سيادة البطل الله يرحمه، كنا دايما نقعد مع بعض كده، وحتى لعيب فكان بيتكلم على حضرتك كابتن الشاذلي حاجه فظيعه جدا في كره القدم يعني الحقيقه يا كابتن مصطفى. الحمد لله، الحمد لله، ربنا يكرمه. الحمد لله، ونتمنى نطلع بس الماتش كويس ويبانوا كويس وبشكل كويس وبروح كويسه، ومين يكسب دي حاجه بتاعت ربنا، ونطلع حبايب برضه يعني. حبايب على طول مهما كان يا كابتن مصطفى، شكرا جزيلا لحضرتك، كنت منورنا. ماشي يا حبيبي، ربنا يخليك. طيب كابتن ابراهيم، كابتن حشيش، كابتن